نشرة الأخبار مع غسان عدنان. مشاهدينا الكرام، أهلا بكم. هذه نشرة المنتصف نبدأها بأبرز ما فيها من عناوين. التعاون مهم ومطلوب، ونعتقد التحقيق يحتاج إلى أيام لكشف هنالك خيوط أساسية تم التوصل لها، ولكن التحقيق يجب أن يأخذ مجراه. جريمة المقدادية صالح يعدها تهديدا للسلم المجتمعي، ووفد أمني برلماني يعلن تشكيل لجنة عليا للتحقيق بالحادث. لأول مرة تكون محافظة كركوك ضمن نفس المعيار الذي يكون في كل محافظات العراق، أو هذا القانون تم إنجازه بالكامل. الحلبوسي يؤكد أن الدوائر المتعددة ستنهي غبن المرشحين، ويشيد بمساواة كركوك بالمحافظات. ومع استمرار تأخر الرواتب، الحكومة تنتظر الاقتراض، والمالية النيابية ترفض ربط الملف بقانون العجز. فرنسا تكشف عن هوية منفذ حادثة نيس، وماكرون يوجه بتعزيز الأمن عند دور العبادة. مرحبا بكم مجددا، والبداية من جريمة تنظيم داعش الإرهابي في المقدادية، حيث أكد رئيس الجمهورية برهم صالح أن جريمة المقدادية وقبلها جرائم الفرحاتية وخانقين وكركوك هي محاولات للإرهاب والجريمة في تهديد السلم المجتمعي. صالح وفي تغريدة له شدد على أنه من الواجب استكمال النصر المتحقق ضد الإرهاب من خلال تعزيز الجهد الأمني ودعم القوات المسلحة وترسيخ مرجعية الدولة والقانون. ومن جانب آخر، حذر النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي من تداعيات أمنية خطيرة في مناطق وأقضية ديالى في حال عدم اعتقال مرتكبي جريمة الخيلانية سريعا. الكعبي دعا خلال زيارته المحافظة مع عدد من النواب ومستشاري الأمن القومي ورئيس أركان الجيش ونائب قائد العمليات المشتركة إلى توحيد الجهد الأمني وتعزيز القطاعات العسكرية الماسكة للأرض، فيما أعلن مستشار الأمن القومي تشكيل لجنة عليا للتحقيق بالجريمة. على خلفية الحادث الإرهابي الذي طال الشيخ علي فضال الكعبي وأولاده في قرية الخيلانية في قضاء المقدادية، زار وفد نيابي أمني برئاسة حسن الكعبي نائب رئيس مجلس النواب العراقي ومستشار الأمن القومي وعدد من نواب المحافظة لقيادة عملية ديالى للوقوف على تداعيات الحادث الإجرامي. وعقد اجتماع أمني بحث من خلاله ما توصلت إليه التحقيقات من خيوط قد تساعد بإلقاء القبض على الجنات وتقديمهم للقضاء. ليطمئن أبناء الشعب العراقي أن الحكومة والأجهزة الأمنية لن تتوانى في متابعة القتلة والمجرمين أينما كانوا. لدينا ثقة كبيرة بالعشائر العراقية بكافة أبناء المجتمع العراقي للتعاون مع الأجهزة الأمنية، وكذلك لدينا ثقة كبيرة بقواتنا والأجهزة الأمنية في متابعة الأمر واستتباب الأمن. التعاون مهم ومطلوب، ونعتقد التحقيق يحتاج إلى أيام لكشف هنالك خيوط أساسية تم التوصل لها، ولكن التحقيق يجب أن يأخذ مجراه. سنصل إن شاء الله إلى الجنات في فترة 72 ساعة حسب ما وعدنا السيد قائد شرطة المقدادية، والأجهزة الاستخبارية لديهم خيوط يعني جيدة جدا في الوصول إلى الجنات. كذلك ستشكل لجنة عليا من قبل السيد مستشار الأمن الوطني في السيد رئيس الوزراء لمتابعة الموضوع. نواب ديالى من جانبهم أشاروا إلى ضرورة حفظ أمن المواطن وتعزيز السلم المجتمعي من خلال منع هذه الأعمال الإرهابية وتنظيف هذه المنطقة من بقايا داعش وتفعيل الجهد الاستخباري لتحقيق الأمن فيها. كدور ساند لإجراءات ضبط الأمن في المحافظة وتعزيز السلم المجتمعي، هذه دورنا كمجلس نواب، وإن شاء الله حريصين على ذلك. للعراقية الإخبارية عدي عبد الكريم، محافظة ديالى.
ومن جهته كشف حاتم عبد جواد قائم مقام المقدادية عن وجود مناطق مطلة على نهر ديالى تشكل حاضنة للإرهابيين، مشيرا خلال استضافته بنشرة سابقة إلى أن تلك المناطق تحتاج لعمليات ومراقبة لتطهيرها من الإرهابيين المتواجدين فيها. هناك مناطق، وهذه المناطق ذات بيئة صعبة، وغالبا ما يتخذون مثل هذه المناطق المطلة على نهر ديالى والتي هي مليئة بالأدغال الكثيفة والأشجار الغريبة التي يزيد ارتفاعها لربما بضعة أمتار. بالحقيقة هناك الرؤية صعبة والحركة فيها صعبة أيضا بسبب القصب وانتشار الأدغال الكثيفة. هذه المناطق ما زالت تتواجد فيها تلك العناصر وتحتاج إلى جهد قوي لتفتيشها، وأيضا تحتاج إلى معدات مثل الكاميرات الحرارية لمراقبتها، وكذلك أيضا لربما إذا توفرت تحتاج إلى طائرات مسيرة لاستطلاعها نهارا. تنشيط ودعم الجهد الاستخباري أبرز ما تحدث به خبراء الأمن من أجل القضاء على ما تبقى من داعش وأيضا إيقاف عملياتها الإجرامية ضد المدنيين، فيما أكدت العمليات المشتركة أنها تمارس ضغوطا كبيرة على الإرهابيين خاصة بمناطق ديالى، وصفة ما جرى بالمحاولة اليائسة لإرباك الوضع الأمني بعد أن اعتقلت العديد من قيادات ذلك التنظيم. قيادة العمليات المشتركة تؤكد بأن العملية الإرهابية التي نفذتها بقايا داعش الإرهابي في محافظة ديالى قضاء المقدادية محاولة يائسة لإرباك الوضع الأمني المستقر بعد سلسلة العمليات النوعية التي نفذتها القوات الأمنية، مشيرة إلى أن الجهد الاستخباري سيواصل ملاحقة الخلايا الإرهابية النائمة. يعتقد داعش بأسلوبه هذا اللي عمله ممكن أن يحاول أن يخرق الوضع الأمني أو يأثر على الوضع الأمني، ولكن أؤكد لك قيادة العمليات المشتركة منذ أكثر من شهرين تمارس ضغط كبير على ديالى. العمليات النوعية اللي قامت بها في جزيرة قنعوص، الضغط الكبير اللي مارستها القوات الأمنية في ديالى واعتقالها لكثير من العناصر الإرهابية، بالتأكيد هناك خلل سوف يصبح في التنظيمات الإرهابية ويقومون بعملية قذرة مثل هذه العملية اللي استهدفت بها مواطنين أبرياء، ولكن قيادة العمليات المشتركة مستمرة في تحليلها الاستخباري ملاحقتها. تفعيل الجهد الاستخباري والعمليات النوعية الاستباقية المحدودة والتي تحمل بعدا نوعيا وليس كميا وضرب المفاصل المهمة لبقايا الإرهابيين في مناطق ديالى ستحد وبشكل كبير من الخروقات التي تستهدف الأبرياء بعد عجز داعش الإرهابي في مواجهة القوات الأمنية حسب مختصين. نحتاج إلى عمليات استخبارية واسعة ولا نحتاج إلى عمليات ميدانية. اليوم العمل هو عمل استخباري، عمل معلوماتي، لذلك ينبغي تنشيط الدور الاستخباري وينبغي دعم الجهد الاستخباري وينبغي دعم مديرية الاستخبارات العسكرية وخلية الصقور وجهاز مخابرات الوطن العراقي، لأن اليوم العمليات التي تقوم في ينفذها بعض أصابات داعش هي عمليات إرهابية، لذلك نوعية ومحدودة، لذلك ينبغي تسليط الضوء وتكثيف الجهد الاستخباري. وتشير تقارير استخبارية أن منطقة الخيلانية في قضاء المقدادية وبسبب طبيعتها الجغرافية وبساتينها الكثيفة المتروكة ساعدت الإرهابيين على تنفيذ العملية الإرهابية التي استهدفت أحد شيوخ العشائر مع عدد من أبنائه وأحفاده. من بغداد، حسام التميمي، العراقية الإخبارية. في الملف السياسي، قال رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي إنه لأول مرة يكون المعيار الانتخابي لمحافظة كركوك ممثلا للمحافظات الأخرى. الحلبوسي في تصريح للإخبارية العراقية أكد أن الدوائر المتعددة ستنهي الغبن الذي كان يتعرض له المرشحون في نظام القوائم السابقة. لأول مرة تكون محافظة كركوك ضمن نفس المعيار الذي يكون في كل محافظات العراق، لطالما كانت في السابق تكون حالة استثنائية. الآن هذا القانون تم إنجازه بالكامل وسيرسل إلى رئاسة الجمهورية لغرض نشره بجريدة الوقائع الرسمية، ويعتبر نافذ من تاريخ إكمال الدوائر هذا اليوم، وفي نفس الوقت سيتم اعتماد الدوائر في كل المحافظات، وبالتالي
أعلى الأصوات، الفائز بأعلى الأصوات سيكون هو النائب ممثل لهذه المحافظة من ضمن هذه الدائرة، بعيدا عن نظام القوائم الانتخابية الذي غبن حق كثير من المرشحين الذي كانوا يملكون أصواتا ولكن قوائمهم لا تؤهلهم لعبور القاسم الانتخابي. وبعد أشهر من الجدل والنقاش والخلاف اكتمل قانون الانتخابات بعد التصويت على شكل الدوائر المتعددة في كركوك إلى جانب قانوني المفوضية والأحزاب، فيما يرى خبراء القانون عدم إمكانية إجراء الانتخابات المبكرة دون تشريع قانون المحكمة الاتحادية. العملية الانتخابية تعد مكتملة الأركان من الناحية القانونية بوجود قانون لمفوضية الانتخابات وقانون للانتخابات وآخر للأحزاب، وإضافة إلى ما سبق فإن من مقوماتها أيضا إيجاد مكملات دستورية، أي إما استصدار تشريع جديد للمحكمة الاتحادية أو تعديل المادة 3 من الأمر 30 لعام 2005 لكي يتم استكمال نصابها. خبراء ومتخصصون بالشأن الانتخابي تحدثوا أيضا عن حجم المبالغ التي تحتاجها مفوضية الانتخابات لاستكمال الأعمال اللوجستية والفنية التي يتطلبها المشهد الانتخابي. المفوضية الآن بحاجة إلى ما يقرب 300 مليار دينار عراقي، أي ما يعادل 250 أو 270 مليون دولار. طبعا المفوضية عندما تتسلم القانون ستضع الخطة المتعلقة أولا بمسار تحديث عملية تحديث سجل الناخبين، وضع الخطط اللوجستية لانتشار مراكز الاقتراع وتزويدها بالأجهزة اللازمة ومن خلال العقود مع بعض الشركات لإدامة وصيانة وتعويض أجهزة تسريع النتائج. وفيما يخص الآليات الدستورية التي تسبق الانتخابات وفق المادة 64 من الدستور، حددت الآلية التي يمكن من خلالها حل البرلمان قبل إجراء الانتخابات بشهرين، إلا أن خبراء القانون استبعدوا إجراء أي انتخابات أو حل للبرلمان قبل استكمال المعالجات القانونية للمحكمة الاتحادية لأنها الطرف المعني بالمصادقة على نتائجها. خلال 60 يوم موجب الدستور رئيس الجمهورية يحدد الساعة، حتى يقول يبدأ الانتخابات يوم هالقد الساعة هالقد. شوف لا، لأن الدستور يقول على رئيس الجمهورية خلال 60 يوم من الحل أن يحدد الانتخابات. لنفرض حصل الحل، لنفرض في 1/4 لرئيس الجمهورية، من 1/4 إلى 1/6 حصل الحل، في 1/5 من رئيس الجمهورية صراحة، من 1/5 إلى 1/7 يحدد موعد إجراء انتخابات. وأكرر وأقول أنه لا حل ولا انتخابات قبل تشريع قانون المحكمة الاتحادية العليا. ويتطلب إجراء الانتخابات إيجاد القوانين النافذة وتخصيص الأموال اللازمة. أثير عادل، العراقية الإخبارية، بغداد. رئيس مجلس المفوضين الأسبق عادل اللامي عد قانون الانتخابات الجديد بالأفضل منذ العام 2004، مبينا خلال استضافته بنشرة سابقة أن القانون يتضمن بعض الملاحظات البسيطة والتي من يمكن معالجتها في مجلس النواب. هذا القانون بشكل عام أنا أعتبره هو منجز للمحتجين وأفضل قانون يعني اشتغلت عليه الانتخابات من 2004 ولحد الآن، مع ملاحظات. هذا القانون فيه بعض المواد، مثلا المادة المتعلقة ببطاقة الناخب، فيجب أن يعاد النظر بالمادة المتعلقة بالبطاقة وإلغاء البطاقة القديمة القصيرة الأمد والعمل فقط بالبطاقة البيومترية. هذا لازم يرجع لها مجلس النواب، مثل ما شفت بالجلسة الأخيرة اللي صوتوا على كركوك أنه راد رئيس مجلس النواب راد يعيد النظر في بعض الدوائر الانتخابية اللي تم التصويت عليها. أيضا هنا نقدر نرجع إلى إعادة النظر، إضافة إلى بعض الصياغات الخاطئة موجودة في القانون. أكو تناقض، أكو مادة مذكورة النظام النسبي في حين إحنا نظام أغلبية، هذا لازم يعاد الصياغة حتى لا يرجع ويطعم به أمام الاتحادية ويرجع مرة ثانية. هذا ولقي موضوع التصويت على الدوائر المتعددة في قانون الانتخابات تباينا للآراء لدى المواطنين، حيث اعتبرها بعضهم غير ملبية للطموح ولم تأتي بجديد، فيما قال آخرون إنها خطوة للتغيير في العملية السياسية. الدوائر صارت حسب ما تهوى الكتل، صارت الدوائر ضيقة
مناطقية وما تلبي أي طموح بعد. رأي شخصي المشهد باقي وماكو أي تغيير، نفس الوجوه باقي. إحنا نطمح أن كل شيء يتغير، بس يعني ما يخفى على أي واحد الكتل كلها مدعومة، كتل مدعومة من برا. نتأمل أنه بضوء الدوائر المتعددة الجاية واللي قرر يعني مجلس النواب، نتمنى أن يكون تغيير بالعملية السياسية. إذا الدوائر المتعددة لبت المطالب الشعب العراقي فأكيد ما راح يشوفون ثورة، وأكيد إحنا راح نفرح بأنه أكو ناس يعني يشتغلون صح ويشوفون الوضع صح. تقسيم الدوائر الانتخابية هو شلون نقول أنه ما يلبي، صحيح جيد هو بس ما يلبي طموحات الشارع، واحنا نقول هاي الفرصة الأخيرة للأحزاب السياسية أنه تثبت جدارتها وتلبي طموح الشارع فيما يريده. الدوائر الانتخابية ما تلبي طموح الشعب العراقي والشارع المحتاج. اليوم احنا يعني كنا مقبلين على مظاهرات كبيرة، والشعب يعني تعبت نفسيته من أنه نفس الوجوه هتروح ترجع، نفس الدوائر نفس كذا. أيضا هاي فرصة أخيرة انه للاحزاب انه تعدل من مسارها السياسي، مسارها تقدم خدمات للشعب العراقي. تصريحات كثيرة بين الحكومة والبرلمان حول الرواتب، والموظف يترقب ولا شيء يلوح بالأفق. ففي الوقت الذي ترهن الحكومة صرفها بتمرير قانون العجز المالي، تؤكد المالية النيابية أن الإيرادات الشهرية تكفي لسد رواتب الموظفين. معادلة مالية شبه متقاربة بين الإيرادات المالية للدولة والنفقات التشغيلية، لكن واقع الحال عكس تلك المعادلة، فرواتب الموظفين مستمرة بالتأخير، ولا تتمكن الحكومة من تأمينها إلا بالاقتراض وفق تصريحات لها، في وقت ترفض اللجنة المالية النيابية ربط توزيع الرواتب بالموافقة على الاقتراض. الإيراد اللي موجود عندي، الإيراد اللي واصل للحكومة اللي هي دازت لنا اياه، هو يكفي لتسديد رواتب الموظفين وما زاد عن ذلك. لكن الآن طالبنا بمبالغ أخرى، استمرار في الاقتراض إلى أين لا نعرف. ووفقا لتقديرات الموازنة المالية التي سحبت مؤخرا من الحكومة، فإن العراق يتحصل على أكثر من 6 تريليونات دينار شهريا من النفط والموارد المالية الأخرى، وتحتاج الحكومة إلى قرابة 7 تريليونات لتأمين الرواتب والنفقات الحاكمة. بحدود 4 تريليون دينار هي الرواتب، وبحدود تريليون وشوية هي التقاعدية، فخمسة تريليون وشوية الإجمالي العام. هذا ينسجم مع المعدل العام للإنفاق خلال الأشهر الثمانية الأولى اللي هو 6 تريليون 119، يعني تأمين رواتب
الرواتب الموظفين وتأمين رواتب المتقاعدين مع وجود فائض في تأمين نفقات تشغيلية الأخرى. لغز الرواتب أصبح من الهواجس التي تنتاب الموظفين والشرائح المستفيدة منها شهرية، حتى باتت متلازمة الحكومة في هذا العام. لكن الخبير المالي ماجد الصوري وضع معلومات في غاية الأهمية، محصلتها أن الحكومة تتمكن من تأمين الرواتب على وفق الإيرادات المتأتية لها، لكنه يستغرب تأخيرها. ومع اتساع حجم الهوة بين الإيرادات المالية والنفقات التشغيلية، ثمة معلومات شبه مؤكدة تتحدث عن إمكانية الحكومة تأمين رواتب الموظفين دون اللجوء إلى الاقتراض إذا ما أحسنت ترشيق النفقات التشغيلية. سجاد الموسوي، العراقية الإخبارية، بغداد. أكد الخبير الاقتصادي باسم جميل انطوان خلال استضافته على شاشة العراقية الإخبارية وجود الإمكانيات لتوفير تخصيصات الرواتب، محملا الحكومة والبرلمان مسؤولية التأخير. الحكومة العراقية ومجلس النواب يعني يتحملون انه هاي الرواتب واجبة الدفع، التقاعد، العقود، شبكة الحماية الاجتماعية مقرة هذه وبشكل دائمي، فالعملية تحتاج إلى تنظيمية بشكل رئيسي. وتمام هناك انخفاض في إيرادات العراق النفطية، أنت تعلم حوالي 50% خفضت الإيرادات، سعر برميل النفط نزل من 60 إلى 38-36، إضافة إلى انخفاض كمية النفط اللي يباع نزلت موجب أوبيك بلس، هذا مليونين برميل، 1,030,000 برميل. لكن هذا ما يعني أنه العراق ليس لديه أموال لتسديد. يعني هل لدى الحكومة الإمكانية لدفع رواتب الموظفين؟ أنا واثق أنه لديه الإمكانية. بدأ ملف النازحين يقترب من نهايته بعد قرار وزارة الهجرة والمهجرين غلق كافة المخيمات وفتح الباب للعودة الطوعية، فيما تبدي أغلب الأسر النازحة في بغداد رغبتها بالبقاء والاندماج في المناطق التي استوطنت فيها منذ سنوات. بدأ ملف النازحين في العراق يحظى بأهمية اختلفت عن الأعوام السابقة، لا سيما بعد استتباب الأوضاع الأمنية في أغلب المناطق التي هجروا منها وظلوا يحنون للعودة إليها، وهو ما تعمل عليه وزارة الهجرة والمهجرين. احنا حقيقة كوزارة الهجرة والمهجرين بهذه الحالة مجبرين ان نغلق ملف النزوح للعوائل باعتبارهم عندهم رغبة كبيرة في الاندماج، وكذلك سحب الكوادر اللي موجودة تخدم في الوزارة وتسليمهم الى قيادة عمليات بغداد ومحافظ بغداد. قرار من رئاسة الوزراء بانه اغلاق ملف النازحين بطلب من كل الكتل السياسية المعنية، فبالتأكيد وزارة الهجرة هي المعنية القطاعية، لكن قرار هو أعلى من مجلس الوزراء، هذا جانب وهذا حق وواجب. بعض العوائل النازحة رفضت فكرة العودة جملة وتفصيلا، محبذة البقاء، وأخرى تتخوف من الرجوع ما لم تزال العقبات التي تحتل الأولوية فيها توفير السكن وإرباكات المدارس والوظائف. لكن أكيد نشهد خلال العودة هناك إرباكات لبعض العوائل ولبعض الطلبة ولبعض حتى الموظفين، لكن هذه الإرباكات ستنتهي بأقرب وقت، لأنه دائما ما تكون عندما تكون هناك أي حالة حركة من وإلى تكون هناك إرباكات إدارية. والله حقيقة هسه مثل ما يقول هسه المطلب الآن إنه نبقى على مكان هنا بالكرفانات، إلى أن كل واحد يشوف لحال، على قولتك هذا مو طموحنا إحنا إنه نبقى بالكرفانات، لكن لما تتحسن الأمور الدولة تتحسن وضعها. وهوني بغداد تعلمته، عشت هوني، كنا هوني، أريد أبقى هوني. ملف طال الجدل حوله وظلت حلوله بين أدراج المكاتب والأجندات، فيما ظل النازحون تحت أمل نهاية الصراعات الأمنية وتنفيذ خطط العودة المدروسة. مع كل هذا الحنين الذي يعتمر في صدورهم لأول منزل، يخشى النازحون أن لا تكون الأمور مهيئة لعودتهم وأن تضاف لكاهلهم أعباء أخرى، فيما ترى عوائل أن بقاءها في مناطق النزوح هو أفضل الحلول. منشد الأسدي، العراقية الإخبارية، بغداد.
فتح نفق التحرير بعد أكثر من عام على إغلاقه لقي ترحيبا كبيرا من قبل المواطنين، لا سيما من أصحاب المحال في تلك المنطقة، فيما أكدت عمليات بغداد أنها بصدد العمل على تقليل السيطرات وفتح باقي الطرق المغلقة تنفيذا لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة. على مدى يومين جسور وطرق حيوية أعيد فتحها بعد إغلاقها لفترات طويلة، قوبلت بترحيب واسع ومطالبات بالتعميم على أخرى لها أثر اقتصادي على قوت المواطنين وحركتهم. كاميرا الإخبارية وثقت ردود فعل المواطنين الذين رحبوا بفتح الطرق المغلقة التي أغلقت على أبواب أرزاقهم وتسببت بنوبات من الاختناقات المرورية. الفتح مال النفق والشوارع هاي أصلا فرحة كبيرة كلش العراقيين، هذول محلات خطيرة ضرت العالم، هاي المحلات أجارات عليها، أبو المحل ما يرحم عمي، يقول لك أجارك قال شنو متظاهر شنو كورونا، أعطيني أجاري ما يعجبك اطلع برا، المحلات هاي كلها خطية والبصيات ظهرت، هاي لمدة سنة العالم قاعدة، بس تدفع أجارات وكل شيء ماكو، شغل ماكو. فتح هذا الشارع الصب لمصلحة الجميع، يعني أنا صار لنا سنتين حصر علينا نجي لهذا المنطقة، هذول أصحاب المصالح. يعني هذول شنو ذنبهم؟ ايجارات عليهم، شغلات عليهم، هسه طبينا لهم والله يبكون. كانت الطرق مسدسده تاذينا، يعني تمشي مسافه طويله، اذا تجي من غير مناطق بعيده لازم تعبر جسر مشي. طرق اخرى تم فتحها، منها الطريق الرابط بين ساحه الخلاني باتجاه ساحه الطيران، وكذلك شارع مجمع الوزارات، الصناعه، التربيه والتعليم، والعراقيون على موعد مع فتح طرق اخرى منها جسر الجمهورية الذي تجرى فيه حاليا عمليات صيانة وتأهيل. تعمل القيادة وبشكل متسارع مع الجهات المختصة على فتح الطرق، على تقليل من السيطرات حسب توجيه القائد العام للقوات المسلحة، وبالفعل بدأنا. الموضوع لا يتعلق فقط بالسيطرات، أكون صريح، هو يتعلق بوجود ضعف بالبنى التحتية، بموضوع الطرق العملاقة، الطرق الحولية حول بغداد، لكن احنا نساهم بهذا الموضوع، قللنا بشكل كبير من السيطرات الداخلية، رفعنا قسم من السيطرات الخارجية، وحتى مرابطات بالأحياء في بغداد، عشرات المرابطات والقطوعات تم رفعها خلال 3 أشهر الماضية. وتستمر قيادة العمليات بفتح الجسور والطرق المغلقة حتى تعود بغداد بلا حواجز أو قطوع. من بغداد، سحر الإبراهيمي، العراقية الإخبارية. كشف محافظ الديوانية زهير الشعلان عن وجود نحو 3100 عامل مسجلين بصفة إداري بفلدية المحافظة من أصل 3500 عامل. الشعلان وخلال استضافته في برنامج المحايد الذي عرض على شاشة الأخبارية العراقية أشار إلى أن البلدية مديونة بأكثر من 26 مليار دينار نتيجة الإدارة غير الصحيحة. أكو ترهل في عمل البلدية. من المسؤول عليه؟ المسؤول طبعا التعيينات السابقة. كيف؟ العمال الاختصاص لا يتجاوز عمل العمال البلدية 400 عامل في كل المحافظة، بينما اللي على المدينة اللي على بالداخل المحسوبين عمال هم بحدود 3500 عامل. طيب وين هذول 3100 تقريبا؟ هذول إداريين. عندنا آليات كثيرة ثلاثة أرباعها عاطلة عن العمل. طيب. نضطر إلى تأجير آليات من القطاع الخاص لقيام بأعمال البلدية. طيب. المشكلة أنه بالعامل، العامل اللي عندنا قليل. البلدية الآن جيت لقيناها متناقصة، مديونة أكثر من 26 مليار. ليش مديونة؟ هي عتها إيرادات بس. ليش مديونة؟ مو أنه تصرف الخاطئ في كل الجسمة السنوات السابقة في عملية إدارتها غير صحيحة. يعني أنه مديونة؟ مديونة هسه بالماينص 26 مليار. وفي ملف وباء كورونا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 3804 إصابات جديدة بفيروس كورونا، وأظهر الموقف الوبائي اليومي الصادر من الوزارة وفاة
45 شخص رأى مضاعفات الوباء، فيما بلغ عدد المتشافين 3376 شخص خلال الساعات 24 الماضية. ووسط تجاهل أغلب المواطنين لإجراءات الوقاية والتباعد الاجتماعي، تجدد وزارة الصحة تحذيراتها من موجة جديدة لفيروس كورونا قد تعيد الإحصائيات الكبيرة للإصابات مقابل تراجع معدلات الشفاء، فيما يجد مختصون أن الوقاية الخيار الوحيد لتجنيب المواطنين عدوى الوباء. كورونا تعد العدة لموجة قد تكون الأسوأ حسبما سجلت بعض الدول الأوروبية والعربية ارتفاعا ملحوظا بأعداد الإصابات خلال الأيام الأخيرة بعد دخولنا موسم الشتاء. وزارة الصحة أبدت تخوفها الكبير من تزايد نسب المصابين في الفترة المقبلة بعد تجاهل الكثير من المواطنين إجراءات الوقاية والتباعد الاجتماعي خصوصا في الأماكن العامة والترفيهية. نسبة المرتدين للكمامة والملتزمين بالتباعد الاجتماعي قليلة جدا، خصوصا في الأماكن العامة وحتى داخل المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، وهذا الموضوع خطير. وإحنا نلاحظ شلون بعض البلدان الأوروبية تسجل آلاف الإصابات في كل يوم، لعله السبب العلاقة بدخول موسم الشتاء. وإحنا حذرنا من هذا الموضوع في العراق في عدة مناسبات من قبل السيد وزير الصحة والبيئة. انخفاض نسب الإصابات والوفيات خلال الأيام الماضية دفعت المواطنين إلى التهاون والشعور بأن الفيروس مسيطر عليه، إلا أن منظمة الصحة العالمية حذرت من ما هو أسوأ خلال انخفاض درجات الحرارة. مختصون أكدوا على أهمية تجديد الإجراءات الوقائية التي في حال استمرار غيابها قد تؤدي إلى عواقب لا يحمد عقباها. ما عندنا أي حل لحد الآن بصراحة غير سبل الوقاية اللي نشرتها وزارة الصحة، وهي التزام بكمامات. يا أخي أهلك غالين، التزم بالكمامة، التزم بالتعقيم. شوية شوية بدأ تتلاشى الاهتمام الكورونا، يعني كل شيء ماكو اهتمام، ماكو التزام، ماكو وقاية. الأماكن العامة تنفتح تصير زخم كلش، فماكو اهتمام، الأعداد بالتالي تزيد، وهذا يعني كلش شيء سيء. ينسى المواطن في خضم هذه الأشياء ويتخيل أنه الأزمة عابرة، لا، الأزمة جاية خطرة. يجب أن تكون مؤسساتنا الصحية يعني بكل أمانة، ليس انتقادا ولكن تذكيرا، أنه هذه الموجة يراد لها استعداد كبير. في الوقت الذي سمحت لجنة الصحة والسلامة الوطنية بعودة فتح الأماكن العامة والترفيهية مقابل تطبيق تعليمات وزارة الصحة لمواجهة الفيروس، لكن أغلب المواطنين لم يكترثوا لهذه التوجيهات الوقائية، ما قد يدفع بحسب مراقبين إلى ضرورة فرض حظر التجوال من جديد. من بغداد، حسن الفواز، العراقية الأخبارية.